الاحتجاجيه فهي الثانيه من بعد الوقفه الاولى اللي دازت نهار الخميس، وكيف عبرنا وكيف رفضنا الرفض التام على التعسفات وعلى الاستفزازات اللي كانت تعرضوا لها بالنسبه لنا كسائقين او كعمال الشركه بصفه عامه، يعني من الشاوش كيف قال المسؤول النقابي ديالنا حتى الموظفين الاداريين. بالنسبه لهذا الوقفه الاحتجاجيه الثانيه هي ثانيه وهي انذاريه ثانيه، وما بقى حتى شي وقفه ان شاء الله احتجاجيه من غير الوقفات. كاين اضراب مفتوح من بعد هذه الوقفه الى ما استجبوش المسؤولين المطالب ديالنا. حنا بغينا نتخلصوا غير في الوقت، حنا خدمنا هذا الشهر نتخلصوا، داك الشهر عطلوا علينا الاجره، عندنا التزامات وعندنا ديون وعندنا حنا مسؤوليه. كيفاش هذا السائق غادي يجي غادي يسوق حافله وهو ما مخلصش؟ لا يمكن لا يمكن. كيف كتشوف دابا العمال هما رافضين التعسفات ورافضين هذا التعطيل الاجره، خاصه راه كنركزوا على تعطيل الاجره. احنا باقي المشاكل، احنا مسؤولين النقابيين راه في تواصل مع مجلس المدينه وفي تواصل مع العمده الله يجزي بخير اللي وعدنا وعود، وحنا كنتظروا التفعيل ديالها. في حاله ما كانش تفعيل، فاحنا كنعرفوا المسؤولين النقابيين ديال الكتاب العامون الجهويين والمناديب هما يجيبوا لنا مونسيون دكريف باش ان شاء الله تكون وقفه مفتوحه، وان شاء الله غتكون وقفه مفتوحه في حاله ما لبوش المطالب ديالنا. راه بغينا غير الخلاص، هذه الوقفه اللي كتشوف فيها غيخلصونا، ملي غادي يخلصونا غادي نخدموا وغادي نبقاو نتواصلوا لحل المشاكل الاخرى اللي هي كثيره حتى هي. دابا حنا كنطالبوا بالخلاص، الخلاص بغينا نتخلصوا في الوقت، هذا اللي كان. راه الاحتجاجات كامله على قبل الخلاص، حنا ما بغيناش نوقفوا نديروا اضراب، حنا تنقدروا المعاناه ديال الساكنه البيضاويه اللي ما كتلقاش فاش تركب، حنا براسنا بغينا نجيو دابا ما لقيناش فاش نركبوا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.